لا مين القراره جايه؟ يا لهوي دي الميه مقطوعه. اعمل ايه؟ ألم تجهزي بعض يا أميرتي الجميلة؟ إيه ده؟ لازم حد ينقذني منه، إداهولي بوليس المشاعر. يا بوليس المشاعر، بوليس المشاعر، بوليس المشاعر. ويوا 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 من الذي ينادينا؟ من الذي يناديني؟ سامعك انت تحت قوي. من الذي يناديني؟ من الذي يناديني؟ انا اللي بناديك يا بوليس المشاعر. العشاء حواليا في كل مكان، نفسي كرفت. كرفت ايه؟ في اميره تقول نفسي كرفت؟ خليك انت في كلامك بس. كلامك ايه؟ وبعدين الاقزام دول المفروض سبعه، دول اربعه بس. في ثلاثه في اوردر يا نور. يعني ايه ثلاثه؟ ده نحت ده. انقذني يا بوليس المشاعر. مين اللي عايز يقول لك كلام حب؟ انا. انت مين انت؟ الامير كراره. انت الامير كراره؟ جرى ايه يا امير يا كراره؟ في ايه؟ ما احنا قافشينك من كام يوم مع الاميره سماره. يا خساره. شفتي؟ هادي الامير كراره اللي انت كنت هتحبيه عشان تعرفي ان الحب ملوش رجلين. رجلين مين؟ انا عايزها اخدها معايا على قصري. تاخدها معاك على قصرك؟ نعم. تاخدها في القصر فين يا حبيبي؟ انت ايه الكلام ده؟ لا في بوليس المشاعر هنا بقول لك اخدك في القصر. احنا فاهمين ده الكلام ده معناه ايه؟ والقصر ده في زايد ولا فين يالا؟ تمثيل؟ محدش يقدر ياخدني، انا بحبك انت يا بوليس المشاعر. انا بحبك انت. انت رايح فين؟ يخرب بيتك بتعمل ايه؟ بحيي. انت مش قلت بحبك؟ يخرب بيتك، احنا في الفصل الاول. في الفصل؟ ما انت ليه قلت كيو بدري؟ ايه الهبل ده؟ ايه؟ عليكم كفايه، اقفل الستاره وطفي النور عليا بسرعه، هتطلبني المستشفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راجع من الشغل بدري كده ليه النهاردة؟ ما عشان النهاردة عندنا نص يوم. ايه يعني مفيش شغل؟ لا في شغل متلتل، بس مش هينفع اروح المكتب. مش هينفع ليه؟ عشان صاحب البيت راجل جشع. تخيلي رافع عليا قضية عشان بقالي 8 شهور ما بدفعش الإيجار، يرفع عليا أنا قضية، بس على مين؟ هكسب القضية وهطرده من البيت. طب يا أخويا ما تدفع للناس فلوسها. منين يا ماما؟ وإحنا حالتنا فلوس؟ ده أنت جايبة البسلة بالقسط. وبعدين ما انت عارفه نص القضايا بخسرها والنص التاني ما باخدش منها فلوس. وما بتاخدش فيها فلوس ليه يا اخوي؟ عشان دول ناس مجرمين، يعني اولا فلوسهم حرام، تاني حاجه مش هينفع اطلب منهم فلوس يقتلوني. امال بتشتغل الشغلانه دي ليه؟ بيقولوا فلوسها حلوه. عوض علي عوض الصابرين يا رب. هيعوض ان شاء الله، هيعوض وهتجيبي جزر وهتعملي بسله بجزر، وافتكري الكلمه دي كويس.